السلام عليكم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أوسع نطاق فيديو مؤلم أحزن كل الجزائريين، وحسب الفيديو المتداول يظهر لحظة وفاة أحد الأنصار والذين كانوا يحتفلون بتتويج المنتخب الوطني الجزائري بكأس العرب في عملية داس خطيرة بإحدى الولايات الجزائرية. ومنذ انطلاق هذه البطولة عرفت الجزائر حوادث مماثلة، راح ضحية عشرة الأشخاص، وخاصة ليلة السبت إلى الأحد، وبعد فوز المنتخب الوطني وتتويجه بالكأس العربي توفي العديد من الأشخاص من أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى حوادث المرور وحوادث الدهس وجرح عشرة الأشخاص. ودعت المصالح الأمنية والحماية المدنية الأنصار إلى ضرورة الاحتفال بهدوء والقيادة بسرعة منخفضة لتجنب كوارث لا يحمد عقباها.